اهلا بيكم معانا مره تانية في التاسعه. وزي ما كنت بقول لك مهم جدا في ظل هذه الايام شديده الاهميه شديده الحساسيه ان احنا نستمر في هذه المناقشه، وتحديدا تبقى فقره رئيسيه معانا زي النهارده عن الدور اللي بتلعبه مصر تاريخيا وسياسيا في القضيه الفلسطينيه باعتبارها القضيه المركزيه بتاعتنا من جهه، من جهه اخرى باعتبار ان مصر هي المحافظ الحقيقي والرئيسي، مش هقول لك بس الابرز، لا هو الحقيقي والرئيسي والاكثر فاعليه بامتياز في الحقوق العربيه وخلق تهدئه بجد وخلق وحده صف فلسطينيه بجد. وخير من يحدثنا دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه الكبير والمعروف. ازي الصحه دكتور؟ اهلا وسهلا استاذ. عامل ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك يا رب ويسعدك. اتفضل. طبيعه الدور المصري بالتاكيد نستطيع ان نكتب فيها كتب ومؤلفات ورسائل للدكتوراه، ولكن على المدى القريب أو خلال الماضي القريب مصر قدمت الكثير لأجل القضية، وأعتقد أنها سوف تقدم المزيد لأجل القضية. المقاربة المصرية شديدة الوضوح هي حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الحرة. نبدأ المقاربة المصرية منين؟ نبدأ المقاربة مما أشرت، هو في ثوابت للتعامل المصري في القضية الفلسطينية. الثوابت دي مصر بتأكدها في هذا التوقيت استشعارا من القاهرة أن هناك خوف وتخوف على القضية الفلسطينية. تحرك المصري وتحرك السياسة الخارجية المصرية وتحرك القيادة السياسية يصب في هذا الاتجاه، ضرورة أن يكون هناك كيان فلسطيني، وأنه لن ينعم الإقليم بأي استقرار ما لم تحل القضية الفلسطينية. سيادة الرئيس في كل كلماته في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنتديات الدولية كان بيأكد على هذه النقطة. مرتكز حضرتك على أن أي مقاربة ما دون ذلك بأنك تقبل أو لا تقبل، هناك مخاطر على القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية قضية أمن قومي لمصر ومرتكز رئيسي للسياسة الخارجية المصرية في دوائر الحركة الرئيسية لمصر. حضرتك عارف أن احنا عملنا دوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية. صحيح. في الفترة الماضية فترة الرئيس سيسي، وركزنا فيها على دائرة الشرق المتوسط، دائرة الاستدارة شرقا، تجديد وتعزيز الدوائر التقليدية، وبالتالي في تحرك تجاه القضايا الأكثر إلحاحا لحضرتك في مجال الأمن القومي الخاص بتاعك. القضايا الفلسطينية نقطة مهمة جدا لحضرتك وانت بتتحرك حفاظا على ما تبقى في القضية للقضية الفلسطينية. هتقول يعني ايه هنحافظ على ايه؟ استشعار القاهرة ان في مخاطر على القضية الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية واستكمال مشروع تهويد القدس واستهداف المقدسات الإسلامية وما يجري في مدينة القدس بطبيعة الحال. القاهرة قبل أن تبدأ الأحداث لم ينتبه البعض إلى التحرك المصري المسؤول على أعلى مستوى بنقل رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية بأنكم إذا استمريتم بهذه الصورة لن يكون هناك استقرار في الإقليم وستهدد إسرائيل بالصورة. كانت رسالة مباشرة وأنه لابد من إعطاء تسهيلات وأفق للجانب الفلسطيني ممثل في قطاع غزة. هتقول لي يعني إيه تسهيلات اقتصادية رقم واحد أستاذ يوسف، والحاجة الثانية إنه يسمحوا للعمالة الفلسطينية في القطاع بدل ما كانوا 15,000 يبقوا 20,000، ونبدأ تسهيلات على المعابر، وفي إجراءات حزمة إجراءات القارة بتتحرك فيها. والتحرك ده تحرك مسؤول بيتم بصورة شبه يومية بالنسبة للدولة المصرية على أعلى مستوى. الاتصالات لم تنقطع، احنا عملنا اجتماع للأمناء العامين في القاهرة كما تعلم في العالمين، وكان السيد الرئيس التقى مع الرئيس محمود عباس، وفي اتصالات ولقاءات شبه يومية، أخرها قبل ما أجي الاستوديو كان في اتصال مع الرئيس محمود عباس. فالتواصل مستمر مع كل القوى الفلسطينية على مختلف درجاتها. اليوم الحديث عن دور مصر التراكمي في القضية الفلسطينية، يدخل ما يدخل، يعني هكون أمين مع حضرتك، يدخل ما يدخل أي طرف. القاهرة بترحب بأي دور عربي أو إقليمي بالنسبة لما يجري الآن حفاظا على أبناء الشعب الفلسطيني سواء في القطاع أو في الضفة. لكن ما جرى خلال الساعات الأخيرة واليوم الأول، احنا هو هيعوشك اليوم الثاني، متغيرات جديدة على السطح كنت بكلم حضرتك فيها قبل الهوى مهمة جدا الناس تعرفها. انكسر حاجز الخوف بالنسبة البعد السيكولوجي في تاريخ الصراع العربي السوري يتغير على الأرض بعيد عن المشاعر والعواطف. احنا قضينا عمرنا أكتر من 30 سنة في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي فمدركين لما نقول، نفصل العواطف عن الوقائع. صح. النهاردة الحاجز انكسر، يعني إيه؟ حضرتك كنت بتحارب على أرضك،
اطلاق الصواريخ كان بيتم من غزه للمدن الاسرائيليه، بيستهدف ضرب في العمق الاسرائيلي والمدن الاسرائيليه. ما جرى خلال الساعات الاخيره هو اقتحام لاراضي اسرائيليه في منطقه غلاف غزه وفق الدوله الاسرائيليه اللي هي حضرتك تم تحديدها سياده النائب بحاجتين، قرار 181 الصادر سنه 47 والقاضي باعلان دولتين على الارض، دوله اليهوديه والدوله العربيه. ما تم هو لاول مره في تاريخ الصراع ينتقل الى مسرح العمليات في اسرائيل. سؤال ممكن سياده النائب تطرحه، هل ده معناه انه الحرب ما بقتش على ارضك؟ اه بالظبط، انت النهارده عناصر المقاومه، مش عايز اخوض بقى حضرتك في الارقام لانه لازم نقول نقطه مهمه قوي، الارقام فيها بعض المغالطات، لسه ما نعرفش حجم الأسرى لانه الرقابه العسكريه منعا كاملا لاخبار كتير. طب بننقل مصادرنا منين؟ من الميديا الاسرائيليه، الميديا الاسرائيليه ملونه وموجهه في هذا التوقيت عشان نتعامل بحذر مع ما يجري في هذا الاطار. صح. بالتالي موضوع انك انت تخش، انت قعدت 6 سنين تفاوض على جلعاد شاليت لو انت فاكر، طبعا 6 سنين كامله، ومصر بذلت مجهودات كبيره، ومصر في النهايه هي اللي اتمت الصفقه، دخل من دخل. صحيح. دخل النرويجيين ودخل الالمان ودخل 100 حد، وفي الاخر مصر هي اللي ابرمت سلسله. وقال يوم نقطه من اول السطر، ايا كان العدد اللي هو دلوقتي في الاسر وايا كان قواعد الاشتباك اتغيرت، هتقول لي لا ده هو خلال ساعات ربما تبقى في عمليه عسكريه، طبيعي هتبقى في عمليه عسكريه. المسافة صفر بين المدرعات والدبابات واقفة في منطقة نص كيلو على مسافة الغلاف، ممكن بعد الفجر النهارده يخشوا. في عمل بري، قوات برية، العملية البرية مستبعدة؟ لا، مفيش حاجة اسمها مستبعدة. ليه؟ الأمور متغيرة المرة دي، الأمور متغيرة إيه؟ الجمهور الإسرائيلي سائر رسالة النائب والحكومة الإسرائيلية على المحك. ليه؟ لأنه ناس مش مدركه ايه اللي كان بيحصل في الجيش الاسرائيلي، الجيش اللي احنا قعدنا نهول ليه، لانه كان في رايين في الدراسات الاسرائيليه من سنوات طويله. راي يقول لك اسرائيل، واحنا كنا مش بنتجرأ لكن احنا كنا متابعين الاحداث اليوميه وما يجري بطبيعه الحال جوه المؤسسه العسكريه الاسرائيليه. وراي بيقول لك لا، دي اسرائيل دوله شانها في الاقليم، ما كملتش 100 سنه زي ما كنت بقول لك، و100 سنه عشان تعيش 100 سنه في الاقليم ها وتبقى دوله لازم تقدم شروط اعتمادها. وشروط قبولنا احنا بيها اللي هي في افكار الخاصه بالارض مقابل السلام و338 و242 وغيرها من القرارات اللي انت عارفها. لم يحدث. النهارده نقطه من اول السطر، اخر 6 شهور حصل تغييرات في الجيش الاسرائيلي. 36 قياده كبيره اتغيرت، قاضي التشكيلات، قاضي كتائب، وحدات النخبه، لواء جولاني، 100 حاجه اتغيرت في الجيش الاسرائيلي. الجيش ده بيشهد اخر سنتين أول مواجهة لتحديث الجيش الإسرائيلي. هتقول لي يعني إيه تحديث الجيش الإسرائيلي؟ الجيش الإسرائيلي بيتحول إلى جيش ذكي، عدد عناصره من 80 ل 100 ألف، مش عايزين أكتر من كده. وقال لك إحنا المخصصات اللي بنحولها للتعليم والصحة هنوقفها بالنسبة للجيش الإسرائيلي. التطور اللي حصل ده غير من قواعد اللعبة. الجيش اللي بيدير النهاردة المواجهة العسكرية مجموعة هواة يا سيادة النائب. مجموعة هواة يعني إيه؟ يعني رئيس أركان جديد ما دخلش في أي مواجهة لسه، وزير دفاع جديد ملوش علاقة، سحبت اختصاصاته كلها وتوزعت ما بين وزير الأمن الداخلي ووزير الجيش اللي هو وزير الدفاع، ومجموعة من الهواة بما فيهم قادة المنطقة الجنوب اللي بعضهم أسر بالمناسبة لأن حركة الجاد أعلنت الأسماء. وبالتالي في جزء مما يجري هو مرتبط بوضع الجيش. هل الجيش الإسرائيلي حتى لو قام بعملية عسكرية شاملة ولجأ للخيار شمشون أو الملاذ الأخير ودخل ضرب بفوزك التهديدات اللي اطلقها الاسرائيليين المسؤولين الاسرائيليين، هل ده يلغي ما جرى امس؟ لا ما يلغيش، لان قواعد الاشتباك زي ما قلت لحضرتك سياده النائب اتغيرت على الارض. النهارده انكسر الحاجز ايه السيكولوجي، فانت النهارده تقدر تخش وتعمل ده. منطقه غلاف غزه لما تروح هناك حضرتك دي عباره عن مستوطنات محاذيه لما يعرف بالسياج المباشر على طول الحدود. إسرائيل صرفت 3 مليار شيكل على سنتين عشان تعمل هذا الجدار اللي انت شفته امبارح بالجرافات بتوقع فيه. تقول لي بقى حاطين وحدات انذار وليزر وكاميرات، كل ده كان موجود، لكن الشعور بأن أكبر انكسار وأكبر إخفاق حصل بعد يوم كيبور، بعد المصريين ما حققوا في 73، بطبيعة الحال ده جزء منه حالة إخفاق كبيرة
في تحقيقات امبارح بدأت في الجيش الإسرائيلي لم تعلن تفاصيلها لكن موجودة. تحقيقات إيه؟ بالتقصير الكبير سيادة النائب بما تم أمس. لسه بقى هنتكلم في العملية العسكرية، عملية برية وتخش قوات برية، وحضرتك بقى عارف الأزرع البرية الإسرائيلي فيها مشكلة، ولو سقط أكبر، وبعدين هتسمع فيها بقى حالة هزيان إنه إيه مش هنقدر يضربوا عشان في رهائن جوه عددهم كبير في غزة. ده كلام مش صحيح، لأنه إعادة هيبة الجيش الإسرائيلي ستكون رقم واحد. طبعا الهيبة دي للجمهور الإسرائيلي مش لينا، لأنه اللغة العنترية اللي اتكلم بها المسؤول الإسرائيلي طبعا الداخل هتتعمل حكومة إنقاذ وطن، لأن ده واضح جدا إن إسرائيل داخل فيها جانتس ومشي عليهم مجموعة اللي سيادتك عارفها، دول عسكريين، والخطر ان دول يدخلوا الحكومه دلوقتي، يعني لو شكلت حكومه دول بقى مجموعه من المحترفين عندهم خبرات كبيره سواء في جبهه الشمال او في الجنوب، يقدر يغيروا قواعد اللعبه. عشان اكون امين مع حضرتك في التحليل سياده النائب، يغيروا ليه؟ لان دول قاده اختبروا بصوره كبيره. الجيش الاسرائيلي واجهزه المخابرات في حاله من الفوضى. ده يفسر لك ان خلال الاسبوع الماضي سمعت على فيلم جلده طبعا، تمام، وسمعت على فيلم الرصيف او لسان بورتوفيق. الافلام دي مش طالعه في توقيت كذا، وقبلها كان على افلام على الموساد 2019 و20، دي مجموعه افلام عملوها واشادوا فيها بقدرات الجيش المصري وامكانيات الجيش المصري. هتقول لي هم الاسرائيليين نفسهم بيعملوا كده؟ بيعملوا ليه؟ الاجهزه ماسكه ببعض هناك، وهم عايزين يمجدوا بعض ان احنا نجحنا في كذا وفشلنا في كذا، بس المصريين حققوا نصر كبير جدا. لو تشوف هقول لك بعض اللقطات في فيلم الرصيف او فيلم جولدا. تشوف بقى حضرتك ازاي السيده جولدا مائير اتعاملت مع مشهد المواجهه، ازاي في ملحمه لسان بورتوفيق اتحصلت هذه البطولات العظيمه للجيش المصري. ده في توقيت اكتوبر في يوم كيبور او يوم الغفران. النهارده مش بيتكرر بالصوره لانه هناك فارق، عشان بس ندي الامور. انت كنت بتحارب جيش نظامي اسمه الجيش المصري، اللي هو النهارده 2023 مصنف كجيش محترف في العالم وفق جلوبال فاير، واخد ترتيب دولي وليه مكانه دوليه كبيره. من 1973 ل 2023 الدنيا اتغيرت. طبعا النهارده بعد مرور 50 سنه تطور كل القوات المسلحه المصريه على احدث انماط في التاريخ العسكري العالمي، في امكانيات كتيره جدا، في تفاصيل كتيره جدا ما ينفعش نقولها على الموجه المفتوحه، جزء منها جاي في ده. طب المقابل عندك اسرائيل حصل ايه؟ اكبر تسريب وتسرب في القوات الاسرائيليه، اكبر عمليات انتحار في الجيش الاسرائيلي خلال العامين الماضيين، مناورات كلفت الجيش المجتمع الاسرائيلي كتير قوي، بياخدوا من حضرتك المخصصات الماليه والتعليم والصحه يحولوها للجيش. الاتهامات للجيش الاسرائيلي ان انتم بتعملوا ده ولكن لم تحاربوا، بتحاربوا فصائل، بتحاربوا فصائل مش جيوش نظاميه. هتقولي لا وايران، لا هي ملهاش علاقه بايران، لانه اسرائيل لن تدخل مع ايران، اكتفوا بحرب الظل وبالصوره المباشره فيها. نقطه من اول السطر، اذا قدر لعمل عسكري ان يحدث في قطاع غزه ستكون المواجهه ليست صفريه، بمعنى في مساحه كبيره للمرونه. الامريكان قبل ما اجي بيحركوا فرقطات وبيحركوا طائرات وناقله حملات وهتبقى في اجراءات. هذا معناه ان الدوله اللي بتكلم حضرتك على انها دوله لديها تفوق نوعي وعسكري كبير وقدرات عسكريه تنتظر المساعدات الخارجيه، تنتظر المساعدات من ده، في دعم اوروبي بطبيعه الحال، فرنسويين بيسجلوا موقف يعني لافت لدعم ده. طبعا الرئيس الامريكي هو مش يعني تمت المصالحه بالصوره دي، في النهايه حدث عن ايباك، هو المنظمات اليهوديه والصهيونيه بتتحرك عشان الانتخابات الامريكيه، فبالتالي الرئيس جو بايدن بيتحرك من الزاويه دي، فبالتالي ليه رساله. هدف الولايات المتحده الان هو وقف الحرب، المواجهه ليه؟ وتبدأ ليه؟ لأنه إذا استمرت المواجهة هكون بقى أمين في حتت معينة. أولاً إسرائيل لن تستطيع أكتر من 20 يوم ل 30 يوم تستمر حرب، لأن المدن الصناعية إسرائيل ما تستحملش حالة الشلل اللي موجودة في المجتمع الإسرائيلي. في ظل التعبئة عامة، تعبئة عامة 18%، منع مدارس لغاية بكرة وجامعات، حالة إسرائيل كلها تحت الأرض، عشان أريح حضرتك سيادة النائب. إسرائيل بيت تحت الأرض. تمام؟ كل اللي أنت شايفه ده في الميديا إسرائيل كدولة في حالة ذعر، فأنت بتتكلم على مجتمع مذعور وحالة فزع كبيرة جدا. الشو الإعلامي اللي أنت شايفه للناس اللي شغالة على إسرائيل فعارفين هذا الكلام، إن الشو ده موجه للجمهور الإسرائيلي، بقول له هعمل لك حكومة إنقاذ وطني، إن أنا هعمل كذا.
هتقول لي في احدى المواجهات استمرت المواجهه 51 يوم واللي وقفها المصريين برضه، احنا مصر اللي وقفنا. صح. تمام؟ لكن الدوله كان حجم الخسائر الكبيره فيها لانه اسرائيل كلها حاجه على الخريطه مشوهه. تمام؟ المدن الصناعيه اللي فوق دي لو وقفت شلل اسرائيل كامل. طبعا. فما بالك في المناطق الصناعيه والعاصمه، تمام؟ والمناطق الخاصه بالمطارات والمواني، كل ده واقف من امبارح. واجراءات احترازيه، حتى حركه القطارات في المدن الاسرائيليه واقفه. تمام؟ واصيبت بشلل النهارده مرتين ثلاثه وشغلوها، وشغلوها ليه؟ لاستدعاء قوات الاحتياطي عشان تنزل الوحدات، مش شغلوها للجمهور. فالمواطنين في اسرائيل في هذه اللحظات عايشين تحت الارض. مفيش نبض. تمام؟ مفيش دوله، فبالتالي هم شايفين نتنياهو انه الراجل هيحارب الحرب الاخيره، الناس فاهمه نتنياهو ده ملك اسرائيل، ده كلام في الميديا يتقال. الآخر هو لا يستطيع أن يحسم الأمر. منذ صباح اليوم بعد الفجر المستوى العسكري في إسرائيل بيتقدم يا سيادة النائب لإدارة المشهد، مش في السياسيين. فين الوزراء اللي هم المستوطنين؟ تمام؟ اللي دخلوا الأقصى ودخلوا المقدسات واختفوا من الساحة، قالوا لهم تنحوا بقى، هنبدأ إحنا ندير العمل العسكري. هنا بقى في مخاوف. المستوى العسكري مع قلة خبرة، مع جيل عايز يبحث عن مجد، لأنه كل القيادات العسكريه الاسرائيليه بنت مجدها فين؟ حرب، في حروب غزه. هم حاربوا اسرائيل، حربت في من 73 ما حربتش، وما دخلوش في اي مواجهات الا مع حزب الله في لبنان. تمام؟ وبرضه دي مش حرب، عشان برضه التقييمات الاسرائيليه ان الحرب الحقيقيه هي حرب يوم كيبور مع المصريين، ده الجيش النظامي اللي كذا وعملناه. فهو النهارده بيكلمك ان هذا الجيش مش قادر على المقاومه الفلسطينيه، وبيحارب على جبهة واحدة يا سيادة النائب، فما بالك إذا تعددت أربع جبهات؟ هيبقى عندك جبهة سوريا اللي هي منطقة الجولان والقنيطرة ومناطق السويداء ودرع، مناطق التماس دي، والجبهة اللبنانية حزب الله، وأيضا جبهة الضفة الغربية، فأنت ممكن تحارب على كذا قطاع. طب سيادتك فين بقى من القصة دي وأنت مش قادر على جبهة الجنوب اللي هي متمثلة في قطاع غزة؟ حماس كسبت او خسرت؟ وده برضو سؤال مهم عشان الناس بتسالنا. هي القضيه مش كسبت او خسرت، المقاومه الفلسطينيه طبعا. لا اريد ان اصنف فصيل او طيار ايا كان هذا الفصيل، في النهايه جواز السفر الفلسطيني ما فيش فيه ده حماس وده فتح، فلسطينيين، وبالتالي انت بتتعامل بالمنطق ده. السلطه الفلسطينيه داعمه، ابو مازن لم يدن العمليه، بالعكس انه تصريحات وحتى رئيس الوزراء والحكومه في دعم للقطاع بصوره او باخرى، بس احنا مش هنفرغ القطاع، لان انت هنا بتتكلم على لو اسرائيل لجأت الى حرس الارض لاستعاده الهيبه واستعاده كذا، مش عايز اقول زي الكلام اللي اتقال في الميديا الفلسطينيه برضو فيها حاجات سطحيه كتيره، ان هو يكلمك يقول لك احنا تحملنا حروب قبل كده يا سياده النائب وتحملنا كذا، لا المره دي اعاده الهيبه. وطبعا منطقه غلاف غزه دي هتبقى قنبله موقوته من الانف صاعدا. الصوره اللي حضرتك شفتها اقتحام منازل المستوطنين، ده درس للمستوطنين كي لا يقتحموا المسجد الأقصى. الناس دي المستوطنين كل واحد من المستوطن بيسلح بثلاث قطع أسلحة، ماشي تحت سمع وبصر الأجهزة، كل شوية عايزين يغيروا الصلاة في المسجد الأقصى، هو داخل عايز يقسم المسجد الأقصى، من يقبل المساس بالمسجد الأقصى؟ في جزء من الشعور أنه لابد أن تحسم هذه الأمور. طبعا أعمال الحفر والتنقيب بعد صلاة العشاء كل يوم بتبدأ تشتغل، الهدف أن هم يوصلوا للهيكل في توقيتات معينة، في جزء في العقيدة اليهودية شغال على ده، فبالتالي بيتعامل بهذا المنطق. أنا في تقديري حركة حماس حتى هذه اللحظة، نتمنى طبعا السلامة للشعب الفلسطيني والأشطانة في قطاع غزة والسلامة للقطاع، لكن في نقطة مهمة قوي النهاردة، المستوى العسكري في حماس هو اللي بيدير ظهور ضيف المطلوب رقم واحد في القائمة في بدء العملية وافتتاحها، دي رسالة إنه لا وجود تأثير للمكتب السياسي لحركة حماس. هنية ظهر آخر اليوم امبارح بعد 14 ساعة، صالح العروج وكل القيادات العسكرية بدأت تظهر وطلوا بتفاصيل كتيرة، هذا معناه أنه المستوى العسكري حضرتك سيادة النائب في حماس هو من يدير. هل الجهاد موجودة؟ الجهاد موجود، لكن الجهاد تنسيقها ليس في إطار فكرة المقاومة الشاملة، اللجنة المقاومة الشاملة لم تتم بالصورة الكبيرة. في النهاية العمل العسكري يستبق العمل السياسي. في قصف بدأ دلوقتي حالا اهو، احنا عندنا يعني اللي بنعرضه دلوقتي على الشاشة، طبعا انا كلامي للدكتور طارق فهمي ولسيادتكم كمشاهدين ومشاهدات، في عملية قصف بتتم الآن على
قطاع غزة. دي صورة مباشرة من القطاع بنعرضها على حضراتكم. طيب حضرتك دكتور طارق قلت انه مع تولي حكومة من العسكريين ده هيبقى شيء شديد الخطورة طبعاً على طبعاً الصراع القائم حاليا، لكن ده هيخليني افكر مع حضرتك بصوت عالي، في ظل ما يحدث الان من قصف لقطاع غزة وفي نفس الوقت اظن انه هناك ارتفاع رفيع المستوى عالي وغير مسبوق لدى المقاومة الفلسطينية بعد ما تم عمله من طوفان الاقصى من صبيحة امس وحتى هذه اللحظة، لكن واضح انه العملية هي خارجة عن الشكل العام للعمليات النوعية للمقاومة حتى في خلال ال 75 سنة اللي فاتت. صحيح. وبالتالي شكل العملية مختلف، شكل التنفيذ مختلف، توسعة نطاق المواجهة 21 نقطة في نفس ذات اللحظة، الدخول للمستوطنات في حد ذاته وكأنهم يبعثون برسالة مباشرة للمستوطنين بأنه هذه الأرض لم تعد آمنة لكم على الإطلاق. فهنا هبقى بسأل، طب ومستقبل أو شكل هذا الصراع خلال الأيام أو الأسابيع القادمة هيبقى عامل إزاي؟ تطور موجود عند المقاومة وقد يظهر تطور جديد من قبل حكومة عسكريين مرتقبة خلال أو إدارة عسكرية مرتقبة لهذا الصراع سواء إذا كان سياسيا أو عسكريا على الأرض، هيبقى شكلها عامل إزاي؟ هستأذن هروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام مع دكتور طارق فهمي. اهلا بكم معنا مره تانية، ولازلنا يعني في بترحيب حار وشديد واهتمام بالغ مني واظن من الكل يعني بالكلام اللي بيقوله لنا دكتور طارق فهمي. ويمكن انا هرجع اعيد باختصار شديد موازين القوى على الارض، انه ما حدث من المقاومة الفلسطينية لم يحدث خالص خلال 75 سنة بشكل العمليات، شكل التحرك، شكل العملية كله مختلف تماما عن النمط السائد والمعروف. صحيح. عن المقاومة حتى الجنرالات في الجانب الإسرائيلي المحتل فإن هم اعتادوا الشكل التقليدي للمقاومة الفلسطينية ولم يعتادوا ذلك، ده إضافة إلى المفاجأة اللي بتستوجب بالتأكيد فتح تحقيقات موسعة لدى أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية علشان يتعرف إزاي ده ما كانش معروف. وأنا من أنصار إنه حتى حققوا هناك في أمريكا على نفس الموضوع، يعني إزاي الأمريكان ما عرفوش وما بلغوش أصحابهم. لكن حتى إذا حصل حكومة من الجنرالات وحاولوا إدارة حرب توحش ضد الجانب الفلسطيني، ما هو عمليا هو خبرته مهما كانت مكتسبة خلال عمليات سابقة هو ما يعرفش طريقة التحرك الجديدة، وعلى ما يبدو أن الفلسطينيين مستعدين للمزيد من المفاجآت. وبالتالي إلى أي مدى قد يطول أمد الحرب وهيبقى شكلها عامل إزاي؟ شوف حضرتك، هو على مستوى الطرفين سيادة النائب في بنك أهداف، بنك أهداف عسكرية واستراتيجية، إن أنا وأنا داخل المواجهة عارف حدودي إيه وأقصاها إيه، بحط ترجيح وبعمل تقدير موقف عسكري واستراتيجي وحط سيناريوهات وحط وزن نسبي لكل سيناريو، ده ألف باء أي مواجهة. الجديد فيه إنه حركة حماس هي من تدير، في المواجهتين السابقتين كانت الجهاد. حماس بتعمل ده تسترد شعبيتها في قطاع غزة، عايزة تبقى بديل لفتح، عايزة أمور كتيرة جدا بتطرح نفسها كقوة رئيسة في تطور اللي حاصل جوه الحركة. يفصل لحضرتك العسكري يستبق السياسي في صراع وتجاذبات مفيش داعي ان احنا نتكلم فيها دلوقتي داخل الحركة، على الأولويات والمهام والعلاقات في الإقليم وكده. الجزء الثاني هو مرتبط بالفصائل الأخرى، ما مش حماس بس بالمناسبة، هي ده انت عندك كل الفصائل المقاومة كلها، والفصائل كلها زي ما حضرتك بتقول كلها بتشتغل وكلها في تنسيق. بالتالي بيتم ده، لكن الهدف واحد، الهدف واحد. الحكومة الإسرائيلية بافتراض سؤال حضرتك انه تشكل حكومة عسكرية وحكومة تبدأ تشتغل وما إلى ذلك، الوضع الآن في الجيش الإسرائيلي في حالة انكسار، والإخفاق زي ما قلت لحضرتك مش قضية إنه يعمل لجان تحقيق، ده لسه هيطول، واخد بالك، والمساءلة وكل ده هيتم. يعني إسرائيل فيها قدر كبير جدا في التعامل بجدية في ده، وحصل في كتير من المواقف. الأهم بالنسبة لنا هل المعادلة صفرية؟ يعني إيه معادلة صفرية؟ يعني لو حضرتك دخلت القطاع وعملت الخيار صفر وحرس الأرض كلها، القطاع هيروح فين؟ وسكانه هيروحوا فين؟ هل في ترانسفير؟ هل ممكن يبقى في ترحيل؟ هيتجهوا لفين؟ الموقف الدولي اللي انت سيادتك قاعد بتتكلم فيه، أمريكا في ساعات الجاية هيبقى في مجلس أمن وفي اجتماع لمجلس أمن وفي مداولات، والجامعة العربية بالمناسبة احتمال يكون في لقاء في القاهرة، فأنت بتتحرك على مستويات متعددة.
هل ده يوقف ما يتم؟ لا، إسرائيل ممكن تتبع الخير شمشون وتتعامل بهذا المنطق، وبالتالي حماس هتخرج كل أولوياتها العسكرية في هذا التوقيت. اللي انت شفته امبارح على الهواء مباشرة هو جزء من المنظومة العسكرية لحماس، 5000 وفق المصادر الفلسطينية وإعلام ضيف، وأنت تصدق ضيف لأن ضيف له من الحضور الكبير، وهو مش قضية المطلوب رقم واحد، لا، ضيف عن رؤية، عنده رؤية عسكرية طبعا، وفاهم وعنده إمكانيات كبيرة وله حضوره الكبير جوه التنظيم، فبالتالي هو بيتكلم بقدرات. 5000 صاروخ في أول ساعة، في 60 دقيقة، هذا معناه أن أنت عندك منظومة صاروخية كبيرة. تصل فين؟ هي دي بقى الخطورة اللي تقلق إسرائيل. إذا وصلت إلى مطار بن غوريون، وصلت إلى تل أبيب، ووصلت إلى ديمونة، وما أدراك ما ديمونة طبعا. يبقى إذن هنا بتتكلم على مجمعات نووية، بتتكلم على نحال سوريك، بتتكلم المفاعلات بتاعتهم، وبالتالي هتتكلم على المناطق الصناعية. كل ده ممكن يتعرض، أي يتعرض. لغاية النهاردة علينا أن ننتبه أن حماس لم تستهدف المنشآت العسكرية، لم تستهدف القواعد العسكرية اللي فيها أمريكان دلوقتي في مناطق شمال نهاريا والمناطق وسط وشمال تل أبيب، تل الربيع. وجزء من كل ده، هل ده منضبط؟ آه، لو أنا بقيم بقى عسكري هقول لحضرتك سلوك حماس العسكري منضبط، ما وقعوش ضحايا من الجانب الآخر، لأنه لو في ضحية واحدة أصيبت كان هيطلع الميديا الإسرائيلية، كانت هتطلع وتقول. الحرفية والمهنية العظيمة اللي قامت بها المقاومة هي رسالة واحدة، أنا بحارب على أرض فلسطين التاريخية. صح، فلسطين التاريخية، مش بقى من النار للبحر. أنا بتكلم على أرضي، فدخلت انكسر الحاجز. إذن في تطورات نوعية وتكتيكية خطيرة بتعامل معاها، هيبقى ليها تأثيرات كبيرة، ليها ارتدادات على الإقليم، ليها آثار أغلبها إيجابي. أنا مش عايز أعدد بقى، مفيش وقت، لكن أنا بتكلم في الإيجابيات. لا، في إيجابيات كبيرة للعملية، زي ما بقول، بس فقط نتمنى إن إحنا السلامة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. مهم جدا نحظى بدعم عربي ودعم مصري. مصر هي الظهير الآمن الفلسطيني، مصر. صح، 100%. شهادتنا مجروحة لبلدنا، لكن إحنا نقول مصر والقيادة السياسية وأجهزة الدولة المصرية هي اللي واقفة في هذا التوقيت بجوار حماس. أعتقد أبو مازن تفهم هذا، وفي رسائل متصلة وفي اتصالات طبعا لحماية وتأمين الشعب الفلسطيني. دكتور طارق، أنا بشكرك جدا 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 جدا، لو قلت جدا هخلص الحلقة، جدا على وجودك معنا النهاردة بجد، وعلى هذا الشرح والتحليل المستفيض وشديد الحقيقة الدقة، بل والروعة والجمال أيضا. يعني كل الشكر لك يا دكتور طارق، كل الشكر دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي المعروف والكبير. مصر بالتأكيد هي مفتاح سر التاريخ، لو حبيت تستخدم الجملة دي، مفتاح سر التاريخ ومفتاح سر القضية المركزية والصراع العربي الصهيوني في الشرق الأوسط أو المنطقة العربية، مش بس في تاريخها الطويل ولكن أيضا في تاريخها القريب. اللي عاوز يقرأ يقرأ كويس، والمسألة بسيطة، ويمكن قدمنا لكم سرد بسيط، ويمكن قدمنا لكم أيضا فيلم قد يوفي لا يوفي لمصر حقها على الأقل خلال السنوات القليلة الماضية من دعمها للحل السلمي والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني والوقوف بجانب حق فلسطين التاريخي في أن تصبح لها دولتها الحرة المستقلة. الحديث لسه هيطول، لكن لحد كده يتوقف يوسف ويخلنا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. يمكن لو كان لنا العمر يوسف يكون موجود معاكم بكرة إن شاء الله، وبرنامجكم التاسعة. سلامات.